بسم الله هنبدأ إن شاء الله مع بعضنا في الكورس بتاعنا دوت اللي بنوضح فيه الـ Entity Framework. خلاص الـ Entity Framework اللي الطريقة الأساسية لربط لغة البرمجة بتاعتنا في الدوت نت بالـ Database. هناخد Introduction كده الأول نتعلم موضوعها وإيه أنواعها وإيه تفاصيلها قبل ما نبدأ نخش في الجزء العملي. أول موضوع عندنا اللي هو الـ Basics of Entity Frameworks، الأساسيات بتاعة الـ Entity Framework. طبعا احنا بنتكلم في المستوى دوت ان في حد عنده بيزك نوليدج، عنده مفاهيم اساسيه بالنسبه للدوت نت فريم ورك، يعني كلغه سي شارب مثلا ولو بسيطه، وعنده مفاهيم بسيطه جدا في الداتابيز، يعني عنده يعرف ايه تيبل، يعني ريليشن وكلام زي كده، يعني عشان يبدا يتكلم معانا. احنا بنتكلم في الجزء بتاع الانتيتي فريم ورك اللي هو ما بين السي شارب وما بين مين؟ الاس كيو سيرفر. فمش عايزين نتشغل ولا بالسي شارب ولا بالاس كيو سيرفر، احنا بنتكلم في ايه؟ ازاي هما الاثنين يبقى في كوميونيكيشنز ما بينهم وما بين بعض. اول حاجه ايه هي؟ الانتيتي فريم ورك. الانتيتي فريم ورك ده البيزنس لوجيك. البيزنس لوجيك دي بنوضح الكلمه دي معناها الفكر بتاعي انا كسيستم، يعني مثلا ايه، انا بعمل مثلا سيستم عن مثلا كنترول، فبقول مثلا طيب لو جاب اكتر من 50% اعمل كذا، اقل من 30% اعمل كذا، مش عارف 40، ده اسمه بيزنس لوجيك على حسب الفكره بتاعتك. لو انت مثلا خصومات في مثلا في سوبر ماركت او في مول او مش عارف ايه، فبنقول والله الخصومات بتحصل لو المبيعات بتاعته اكتر من كذا ومش اقل من كذا، ده اسمه البيزنس لوجيك. خلاص، فانا بقول لك البيزنس لوجيك ريذر ذان ذا داتا اكسس فاندمنتالز، يعني بقول لك الفكره كلها ان احنا عايزين الانتري فريم ورك ده هو بيريبليس او هو لاير او طبقه جديده مبنيه على فكره الاي دي او. الاي دي او زمان في اول الدوت نت كان بيخلينا دايما مركزين على داتا اكسس، يعني ازاي البرمجه بتكلم الداتابيز ومبادئ ازاي الاتصال ما بين الداتابيز وما بين البرمجه. اما في الانتيتي فريم ورك بيقول لك لا، احنا عايزين نخفف القصه دي بتاعت الداتا اكسس ونتكلم اكتر على، نخليك مركز اكتر على البيزنس لوجيك اللي موجود عندك في السيستم. طيب يبقى كده كل فكره الانتيتي فريم ورك بتبليس ليه الاي دي او دوت نت، عشان الاي دي او دوت نت بتدخلنا في تفاصيل كتيره جدا في كيفيه الاتصال ب الداتابيز، لكن انا بيخليك اكتر ما بتهتمش قوي بالموضوع دوت، لكن بتركز على البيزنس لوجيك وهو بيعمل الشغل بتاع الداتا اكسس. مايكروسوفت هي اللي عامله الاو ار ام فريم ورك اللي اسمه انتيتي فريم ورك. او ار ام اللي هي اوبجكت ريليشنال موديلنج، اوبجكت ريليشنال مابنج، اوبجكت ريليشنال مابنج زي ما مكتوب هنا نقطه اهي، انتيتي فريم ورك اوبجكت ريليشنال مابنج او ار ام. يعني يقصد ان طريقه بتتعامل مع داتابيز الريليشنالز او الاوبجكت الريليشنالز، يعني انواع طبعا المفروض مش هنخش في التفاصيل دلوقتي، لكن الداتابيز بيبقى فيها ريليشنال داتابيز واوبجكت ريليشنال داتابيز واوبجكت ريليتد داتابيز والى اخره. يعني المهم هو فريم ورك، احنا كنا بنتكلم ان هو سميناه انتيتي فريم ورك، اوتوميت داتابيز ريليتد اكتيفيتيز فور يور ابلكيشن، يعني هو بيعمل بشكل تلقائي العمليات الاساسيه بتاعت الداتابيز اللي انت بتعملها من الداتابيز، اللي بتعملها على الداتابيز اللي هي الاضافه والتعديل والحذف والبحث والكلام ده كله. خلاص، اللي انت بتستخدمه في الابلكيشن بتاعك. الانتيتي فريم ورك قلنا خلاص اللي هو او ار ام فريم ورك، هو انهانسمنت على الاي دي او، يعني ما هوش بيريبليس الاي دي او، لا ده هو عباره عن تحسينات طرقت على الاي دي او، بتدي للديفلوبر خلاص ان هو شويه اوتوميتد ميكانيزمز، خلاص شوية إمكانيات مساعدة جاهزة عشان يقدر يأكسس أو يستور أو يتعامل مع الداتا اللي موجودة جوه الداتابيس. دي هو الانتيتي فريم ورك. الانتيتي فريم ورك بيجي في ثلاثة سيناريوز احنا بنشتغل عليهم، بياخد شكل من الثلاث أشكال. هو مفيد جدا في الثلاث سيناريوهات اللي أنا هتكلم عليهم. يعني في ناس بتقول لك ايه، انا بحب اشتغل بالاي او، ما بحبش اشتغل بالانتيتي فريم ورك، انا بحب مش عارف اعمل ايه، العيب في الانتيتي فريم ورك كذا. طيب اسف على اللخبطه دي. قلنا بيجي في ثلاث اشكال. فيرست، اول شكل من الاشكال او اول سيناريو بيغطي الانتي فريم ورك، ان انا جنريت الداتا اكسس كلاسز فروم الايه، الاكزيست دي في ناقص اكس، الاكزيستنج داتابيس. مقصود بيها ايه؟ انا
هخرج الكلاسز اللي بتكلم الداتابيز، بس الداتابيز موجوده، يعني في ناس عندها داتابيز اصلا، عملت اناليسز وديزاين الداتابيز وانشات الداتابيز. فاول سيناريو من السيناريوهات الداتابيز موجوده، وانا بقى ايه الانتيتي فريم ورك هتساعدني في ان كرييت الريليتد كلاسز بالداتابيز، الريليتد كلاسز الخاصه بالايه بالداتابيز بدل ما انا اعملها بدايه. دي ده اول ايه اول سيناريو. السيناريو الثاني، انا هكريت الداتابيز فروم الدومين كلاسز، انا مش بتاع داتابيز، انا هعمل الكلاسز بتاعت الداتابيز ديت او بتاعت الدومين بتاعي المجال اللي انا شغال فيه، واوتوماتيك هو هيكريت اوتوماتيك الايه السيميلر داتابيز او الداتابيز المساويه للكلام ده. انت تنشئ كلاسز وتركز على البرمجه، انت راجل مش بتاع داتابيز، وهو يكريت لك الداتابيز اللي انت تحتاجها طبقا للمعلومات والاكواد والكلاسز اللي انت بنيتها. ده السيناريو الثاني. السيناريو الثالث، ان انا كريت داتابيز اند كلاسز فروم الداتابيز موديل ديزاين. يعني انا هرسم حاجه اسمها داتابيز موديل، وارسم الداتابيز موديل ديت رسمه بسيطه بوصف فيها، وهو اوتوماتيك هيكرييت الكلاسز وهيكرييت الداتابيز بناء عليه. خلاص، يبقى يا اما انا عندي داتابيز واطلع كلاسز ريليتد بيها، يا اما انا عندي كلاسز متكريته وهو هينشئ لي الداتابيز، يا اما انا ولا عندي كلاسز ولا عندي داتابيز، فهرسم الداتابيز موديل ديزاين وهو يكريت لي الداتابيز وهو يكريت لي الايه الكلاسز. دي الثري سيناريوز اللي الانتيتي فريم ورك بيبقى يوسفل فيه. ماشي، قلنا دي خلاص. نمسك بقى اول نوع الفيرست اللي هو انا اجنريت داتا اكسس كلاسز فروم اكزيستنج داتابيز. يبقى المنظر كده، الانتيتي فريم ورك بتبقى واسطه هنا، بتاخد من الجداول، تسحب وتشوف الجدول وبناء عليه بتعمل عمليات معينه وتجنريت ليك الايه الكلاسز. ده الايه النوع الاولاني. النوع الثاني سكند، ان انا بكريت الداتابيز من الدومين كلاسز. اعمل ايه بقى نوت؟ بيجي كده مجموعه من الكلاسز عندك، يبقى هنا انت دي فريم ورك ياخد الكلاسز دي ويجنريت لك تيبلز بناء على الايه على الكلاسز اللي انت عاملها او الدومين كلاسز اللي انت عاملها. طيب النوع الثالث ثيرد، ان انا بيبقى عندي ايه بقى هنا؟ انا هترسم لي الداتابيز موديل، هترسم لي الداتابيز موديل وهو نوتج انت فريم ورك مطلع لك الكلاسز ويطلع لك الايه ويطلع لك الايه الداتابيز. دي السيناريوز بتاعتك. ماشي حلو. ايه بقى الاو ار ام دي بقى بالظبط؟ الاو ار ام اللي اتفقنا عليها الاوبجكت وريليشنال مابنج، تول عشان تقدر تستور الداتا، تخزن الداتا من الدومين بتاعك او الاوبجكتس بتاعتك على الداتابيز ايه اللي موجوده عندك، سواء كانت اس كيو سيرفر او غيره. خلاص، بشكل اوتوميتد واي، بشكل اوتوماتيك من غير ما تحتاج برمجه كتير. انا عندي اوبجكتس، اوبجكت مبني على كلاس، مبني على اي حاجه، وهو اوتوماتيك بيسمع بيربط الكلام ده مع التيبلز في الداتابيز ويسمع سواء بالاضافه او بالتعديل او بالحذف او بالبحث. خلاص، دي كلمه فكره الاو ار ام موديل اللي هو الاوبجكت ريليشنال مابنج. خلاص، بيبقى دي تول بنستخدمها عشان نقدر نخزن الاوبجكت ذات نفسه، اللي احنا مثلا عامل كلاس اسمه الامبلوي مثلا وحاطط فيه الداتا بتاعتي، فيقوم مسمعها اكنها ريكورد موجوده في الداتابيز على سبيل المثال يعني. طيب، بيجي في ثلاث اجزاء الاو ار ام ده، بيجي جواه ثلاث اجزاء. خلاص، الاولاني الدومين كلاس اوبجكتس، والثاني الريليشنال داتابيز اوبجكتس، والثالث اللي هو مابنج انفورميشن، ازاي الدومين بتاعك الاوبجكت اللي فيه بتتسمع في الداتابيز. يعني عندي كلاسز وعندي داتابيز وعندي نوت ايه المتحكم الرئيسي اللي بيخلي الكلاس تسمع في الداتابيز. يبقى دي الثلاث اجزاء المكونه للاوبجكت ريليشنال مابنج، دي الثلاث اجزاء المكونه للاوبجكت ريليشنال ايه مابنج. طيب، في شويه نوتس نفهمها في الاوبجكت ريليشنال مابنج دي. اول حاجه، الاوبجكت ريليشنال مابنج ده بيقلو اس، بيسمح لنا ان احنا نكيب اور داتابيز ديزاين، يعني بنخلي التصميم بتاع الداتابيز بتاعنا سيبريتد فروم اور دومين كلاسز. يعني ده بيبقى في مكان الداتابيز بتبقى منفصله تماما عن الدومين كلاسز بتاعتنا او عن الديزاين بتاع الدومين كلاس بتاعنا. طيب ماشي، لان هو عامل ثلاث اجزاء زي ما اتفقنا، الداتابيز لوحدها والكلاس لوحدها واللي هيخلي الاثنين يتعاملوا مع بعض لوحدهم. تاني حاجه، بتميكس الابلكيشنز مينتابل اند اكستنسابل. يعني ايه؟ بتخلي الابلكيشن بتاعك تقدر تصلح فيه من دون مشكله
وفي نفس الوقت نقدر نزود عليه بدون مشكله. دي خد بالك دي من مميزاتها او من ايه ممكن نسميها البينفيتس. ثلاثه هي اوتوماتيك اوتوميتس بتستاندرد كرود. كرود دي اللي المقصود بيها كرود اوبريشنز، المقصود بيها كرييت يعني اضافه، والريد يقصد بيها سيلكت يعني اللي هو الاسترجاع، والابديت التعديل والديليت اللي هم الاربع عمليات اضافه وتعديل وحذف وبحث الخاصين بالايه؟ بالداتابيز. وهي تول برضو هنا قلت اللي هي قلنا اضافه وتعديل وحذف وبحث، بتخلي الديفلوبرز طبعا مش محتاج انه يكتب الكلام ده بايديه. هي برضو تول بتجنريت كلاسز من الداتابيز، انتراكشن فروم يور ابلكيشنز بتتعامل من خلالها مع الداتابيز. يعني كلاسز اللي هي هتبقى ما بين اللي بتنتراكت مع الداتابيز هو بيجنريتها، ومن خلالها بقى الابلكيشن بتاعك بيتكلم مع الداتابيز. الانتيتي فريم ورك عشان نبقى عارفين هو اوبن سورس، او ار ام فريم ورك منزلها مايكروسوفت اوبن سورس خلاص. اوبن سورس يعني الكود بتاعه موجود على الانترنت، ممكن اي حد يخش يبص عليه، او لو في طبعا اتفاقيات ممكن يبقى في تعديلات. ماشي، في او ار امز كتير جدا فريم وركس للدوت نت موجودين في السوق، بس دوت اللي منزلها مايكروسوفت. لكن في تاني حاجات تانية زي داتا اوبجكتس دوت نت، في ان هايبرنيت، في اوبن اكسس، في حاجات كتير جدا. لكن احنا بنتكلم على الاو ار ام اللي هو مين؟ اللي هو الانتيتي فريم ورك بتاعنا. ده كان كده درس الايه؟ الانترودكشن.